طيب ترشح مين يكون متواجد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية؟ وهل من الممكن أن يكون هناك مفاجآت؟ وإن شاء الله صوتك طبعا أكيد وصل لملايين الأهلاوية اللي بتتابعك دلوقتي. نعم مفاجآت أكيد طبعا، إن فريق يعني سيبك دلوقتي من المفاجآت، أنا متأكد إن فريق زي فريق الأهلي هيوصل للفاينل، قدامه فرصة، لازم يكون عندنا الثقة. الموضوع إن إحنا مش نقول إحنا سعداء إن رحنا قطر أو إن لعبنا في المونديال، لا، لازم يكون عندنا الثقة، لغة الجسد، التركيز، الكوتش يبث الروح دي في لاعبينه، لأن مش لازم نتوقف عند هذه المرحلة. أنا أتمنى أن نلعب جميعاً كفرق وكذلك ككرة مصرية بتمثل الكرة الأفريقية في الشامبيونشيب، أن نلعب بهذه الروح وأننا واثقون من النجاح. أنا